غادي ناخذ اول سؤال ديال فاطمة الزهراء من مدينة فاس. السلام عليكم فاطمة الزهراء. الو السلام عليكم. مرحبا بك فاطمة الزهراء. مرحبا بك. شكرا بزاف اختي لامياء، كدايره لاباس عليك؟ الحمد لله على الله، الله يبارك فيك. تفضلي، شنو سؤالك للدكتور عماد ميزاب؟ عفاك، انا من شحال هذه وانا كنتواصل معاه وما كيكتبش، وانا اليوم والله العظيم فرحانه بزاف حيت سقط ليا الخط الحمد لله. ايوا الحمد لله الحمد لله، وحتى احنا فرحانين ملي كنتواصلوا معك اختي. شنو السؤال ديالك؟ شنو هو السؤال ديالك اختي؟ عفاك دكتور، انا عندي تكيس نابض وبغيت شي وصفة. واخا مشيتي عند الطبيب؟ شتي الطبيب؟ اه مشيت. شنو قال لك الطبيب؟ عندي تكيس نابض وكيعطيني شي. واش عطاك الدواء ولا قال لك خصكي تفتحي عليه؟ لا عطاني الدواء. عطاك الدواء. واخا تبعتي الدواء ديالك ولا مازال يعني تكملتيه؟ تبعته في الاول ورجعت مشيت للبيريود ديال 3 موا ودابا ولا. ودابا وشنو قال لك؟ قال لي مازال عندك وما ولات كتبات لي واحد الدواء واحد اخر وقالت لي هذا جهد من الاول تبعيه. ونفس الطبيبه شفتي نفس الطبيبه ولا طبيب اخر؟ لا نفس الطبيبه، طبيبه عموميه يعني ما قديتش نمشي عند اختصاصي اولا. فهمت. واخا اختي، واخا اعشاب، شنو خديتي في الاعشاب؟ شنو هما الوصفات اللي خديتي مثلا باش يعني لهذا المشكل، ولا خديتي ولا مازال ما خديتي والو؟ لا مازال ما خديت والو من الاعشاب. فاول حاجه كتسمعي دائما راكي من الاسره ديالنا والاسره ديال الاصوات ودير حديث ومغزل. فدائما كنقول ان المشاكل الهرمونيه خاصه التكيس المبيض ولا الكرات اللي كيكونوا في يعني دوك لي فيبروم اللي كيكونوا عندنا المستوى ديال الوالده، ولا حبه كتكون في بعض المناطق الخاصه، ولا شيء يعني كما كنقولوا حنا عدم توازن هرموني، راه ممنوع منعا كليا اننا نستعملوا ليه الاعشاب اختي، ياك وخاصه التكيس المبيض. التكيس المبيض هذا حاله عضويه. اذا مادام هاد السيده يعني الدكتوره ديالنا اللي هي في طب عام ما مشات معك غير بالدواء، فهنا كيخصكي تشوفي لا كاينين الناس كاينين التخصصات. اش من مدينه انت يا اختي؟ من فاس. كاين مستشفى ديال الولاده، ولكن مستشفى اللي فيه مختصين، فكيمكن لك تشدي الرونديفو ديالك. واخا كنعرفوا ان دابا الحاله شويه صعيبه مع هاد الجائحه، والله يرفع علينا هاد البلاء وهاد الوباء، ولكن راه تاخذي رونديفو. كاينين يعني كاينين اطباء ديال النساء ولا طبيبات ديال النساء، وكاينين مختصين. حيت هاد المساله ديال التكيس المبيض كاين جوج حالات، كيتعطى الدواء ملي ما كيعطيش ديك الفعاليه ديالو، فكيلتجؤوا العمليه ديال الفتيح باش كيعالجوا هاد الامر هذا. اما اختي الا خديتي هاد التكيس المبيض، فانا غادي نجيك من الاخر كما كنقولوا، الا هاد التكيس المبيض مشيتي مثلا قالوا لك شربي الدغموس، و100% غيقول لك شربي الدغموس غادي يعاونك. الدغموس كيعطيك مضاعفات، كيمكن هاد التكيس المبيض عادي يتحول الى تكون كتل سرطانيه، هذا من جهه. او الا خديتي بعض الاعشاب الاخرى، فانا كنصحك هنا المواد الطبيعيه ما عندها باش تنفعك، او الاعشاب وخاصه الاعشاب اللي كتكون حاره. النصيحه ديالي الوحيده اختي خصك تمشي تشوفي الطبيب ديال النساء، وان شاء الله غادي يلقى معك الحل. صافي تفهمنا. وهذه المساله راه كيتغلبوا عليها الحمد لله، ومساله اللي يعني ولات شائعه بزاف في المجتمع ديالنا، والاطباء ولات عندهم خبره فيها، ولاو زعما اكفاء في هذه المساله هذه. طيب شكرا لك. مرحبا بك فاطمه الزهراء من فاس. غنمشيو للدار البيضاء وناخذوا امينه. مرحبا بك. الو السلام عليكم امينه. المساوي السلام عليكم. وعليكم السلام لاله. مرحبا بك. عماد لاباس عليك؟ الحمد لله اختي، ملي كنسمعوا صوتكم كي دايره؟ الله يحفظك الله يحفظك. دابا الحمد لله انا ما بقيتش غريبه معاك، كنسمع الراديو شحال وانا نسمع هذه القناه. مرحبا لاله. مرحبا بك. دارك هذه وخوتك هذو. الله يحفظك طول عمرك. انا بغيت نسولك سيدي الله يسهل عليك. مرحبا اختي. عندي واحد كنحس بواحد الخفه. اييه. وبحال الدوخه والقلب ديالي تيضرب بزاف والرعده. وتخيلي عندي في المعدة ما مشيتش للطبيب، وكيقول لي اما فقر الدم اما فيتامين دي ناقص عندك. شكون قالها لك اختي؟
وبحالك الصديقات وهذا. هكا كيديروا لك التشخيص بالعين. بالعين ديجا انا كل شي عام دابا باش درت التحاليل ديال فقر الدم السكر قالوا لي ما عندك والو. ايوا هو التحاليل بينوا لينا بان ما كاين والو. اول حاجه بعدا كتعطينا كتشعل لنا ديك البوره الحمراء اللي كتقول لنا راه عندنا شي حاجه في الداس ديالنا هما التحاليل ديال الدم. اذا مادام انك درتي التحاليل ديال الدم بعدا ما عندكش فقر الدم وما عندكش هذا المشكل، غير بغيت نسولك هذه السخفه فوقاش جاتك؟ واش دابا يعني مورا العيد ولا قبل العيد؟ لا قبل العيد. ها واخا السخفه كيفاش كتجيك؟ واش كتحسي بالدوخه في راسك ولا كتحسي براسك غاده يعني بحال كتغرقي في شي بير مثلا ما كتسمعيش ولا كيفاش كتجيك هذه السخفه؟ عاد بحال كنبغي نمشي وجهي طاحتي بحال كنكون وصل مع شي حاجه كيطيحوا لي مع المعده. كنحس بديك دقات القلب كيضربوا بزاف. واخا عمرك عبرتي الطونسيون ديالك؟ كنعبروا عادي هكا في الصيدليه. شحال كتلقاي؟ مرات يقول لي راه مزيان، مرات يقول لي راه طايح. اذا ها فوالا يعني هذا كنحس بالحريق في راسي كيحرقني راسي بزاف. الا كان طونسيون كيطيح اختي في هذه الاعراض كلها كيعطيها، كيعطي الثقوليه ديال الذات، كيعطي الدوخه، كيعطي السخفه، كيعطي ديك بحال واحد الرده كتجي في المستوى ديال المعده. اييه تغيليفه بحال تغيليفه. خاصه كاين بزاف ديال الاخوات اللي عندهم هذا المشكل ديال الطونسيون كيكون هابط، ميتي طونسيون يعني كتكون الطونسيون هابط هو اللي كيدير لهم هذا المشكل هذا. واخا ماشي مشكل. وهذا النمل بحال النمل كيمشي ليا في يديا ورجليا. نعم نعم واخا. اذا الوصفه اللي غادي نعطيك وصفه مقويه، غادي ناخذوا فيها معلقه صغيره ديال الزعتر. معلقه ديال الزعتر. معلقه صغيره ديال السلميه يابسه. ياك ونجمه ديال البادين كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق وكنشربوها كل ليله، فهي كتحسن الدوره الدمويه، كتعاون لينا الدقات ديال القلب باش كيرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم، وكتعاون كذلك حتى الضغط باش كيتوازن. اكيد الى الاخت ديالنا كما كتقول لنا ما عندهاش شي مرض مزمن اللي كيخصو واحد العلاج فوالا. وتتبع هذه الوصفه هذه مده ديال شهر وان شاء الله الامور تكون بخير ان شاء الله. شكرا لك يا امينه. ربيعه معنا من مدينه اسفي، من بعدها مليكه من بوعرفه. ربيعه اهلا وسهلا. السلام عليكم لاميا. وعليكم السلام لاله، شخبارك؟ بارك الله فيك، عيدكم مبروك. مرحبا لاله، الله يبارك فيك. تفضلي شنو سؤالك الدكتور عماد؟ دكتور عماد لاباس؟ الحمد لله اختي، ملي كنسمع صوتكم. بارك الله فيك، الله يجازيك بخير. مرحبا اختي. الله يجازيك بخير. بغيت عندي واحد السؤال على حساب خويا. عنده سميتو كيتكون ليه الماء في الريه، المهم لقاو نوع من السرطان. اييه اييه. بدا العلاج الحمد لله، الله بدا الحصه الاولى ديال الشيمي. اييه الشيمي. حنا الماكله اللي ما بقاش كياكل، ما بقاش عنده الشهيه. شحال تقريبا؟ شحال تقريبا المده؟ الله يشافيه ويشافي جميع الناس اللي كيعانيوا من هذا المرض يا ربي. امين امين. نتمناو كاملين نهزوا اكو في الدار على الله سبحانه وتعالى ويشافي هاد الناس هذو كاملين يا ربي. الله يخليك. صحتك. يا اختي شحال دابا تقريبا هو باش كي باش كيدير هاد يعني باش كيدير الشيمي ديالو؟ يلاه دار الحصه الاولى دابا فيت 10 ايام باش دار الحصه الاولى. اييه اييه. صافي ما دابا باقا لي الحصه الثانيه. شنو قال لي الطبيب؟ واخا الطبيب عطاه شي حاجه اللي ياكلها، عطاه كيعطيه واحد الريجيم باش كيتبعو، كيقول لي مثلا ما ياكلش السام، ما ياكلش ياك؟ قال لي غير اللحم لا، العطريه لا. صافي هو اصلا قطع الماكله بمره، ما بقاش كاع ياكل غير هكا كدير ليه مراته دجاج البلدي حنينه هكا والصوبه بالخضره، ولكن ما بقاش ياكل، ما بقاش عنده الشهيه. دابا ان شاء الله غادي تولي الشهيه، غتولي الشهيه حيت دابا العام كنعطيوها دكتور العسل بحال هكا كاس ديال الماء فيه العسل في الليل. اش من عسل كتعطيه اختي؟ العسل ديال عندنا العسل ديال الزعتر. اها. والعسل ديال الزكوم. فالزكوم ما تعطيوه ليش؟ لان حار عليه، عطيوه ديال الزعتر. ومن الاحسن انه ذاك العسل ديال الزعتر في الصباح على الريق ياخذ معلقه صغيره، ما يكثرش، ماشي معلقه كبيره، معلقه صغيره ديالو. هذا كنا كنعطيوه ليه مع الصباح وفي الليل، ولكن ديال الصباح باغو كيجيب ليه الرده، قال لها ما بقيناش كنعطيوه ديال الصباح غير ديال الليل. لا ولكن كتخلطوا ليه مع الماء. مع الماء. لا ما تخلطيليش، لا اسمعي دابا الطريقة دابا دائما كنأكد على الطريقة، راه الطريقة اللي كنعطيها راه هي اللي خصنا نتبعو، فهمتي اللي كيعطي الدكتور عماد راه هي اللي خصها تتبع، حيت إلا ما عطيناش إلا ما تبعناش ديك الطريقة أصلا الوصفة ما كتبقاش عندها الفائدة ديالها وحتى المقادير. معلقة صغيرة، علاش كنقول معلقة صغيرة؟ كنعطيها باش كنسهل عليكم، معلقة صغيرة هي 10 غرام ديال العسل.
ما خصناش نفوتوها، كياخذها في فمه كيولي كيديرها كيدير بحال داير شي حلوه في فمه، ما كيسرطاش بديك بالزربه، وكيديرها في فمه كبحال الحلوه بشويه بشويه حتى كيذوب هذاك العسل وكيمشي في الداس ديالو. فقط مره واحده في النهار ما نكثروش. المساله ديال الشهيه اللي كتمشي مساله عاديه مورا العلاج ديال الكيميائي ولا لا شيميوثيرابي. من ان شاء الله منين غادي يدير الحصه الثانيه ديالو ويدير الحصص ديالو اللي كتب ليه الطبيب، من بعد ان شاء الله غيولي ياكل مزيان وغادي يرجع الامور للمجاري ديالها. غير هو النصيحه الوحيده اللي كنصح ليه اختي الاخ ديالنا، وكنصح الاخوات والاخوان كاع اللي كيسمعونا، ممنوع منعا كليا استعمال الاعشاب ملي كيكون عندنا السرطان. فهذه مساله بدون نقاش، ومازال كنأكد عليها وكنسطر عليها خمسة ديال السطوره حمر، حيت مازال باقي الناس تستغل هاد الناس اللي كيكونوا مراض بالسرطان، وكتستغل الحاله ديالهم اللي كيكونوا فيها، وكينصحوهم باعشاب سامه اللي هاد الاعشاب في حد ذاتها هي كتولي كتحول لهم السرطان. اذا السرطان الا كان التقاسم ديالو كيمشي بواحد السرعه ديال 1 كيلومتر في الساعه، ملي كنعطيوه الاعشاب كيولي السرطان كيتكاثر ب 200 كيلومتر في الساعه. او السرطان كيمشي مثلا الا كان عندنا سرطان خفيف ويمكننا نتغلبوا عليه بالعلاج الكيميائي، كيتحول الى سرطان متسارع وما كنبقاوش كنقدروا اننا نتحكموا فيه، ولا قدر الله كيعطينا مضاعفات خطيره. فاختي الاخ ديالك والاخوان والاخوات اللي كيسمعونا الله يشافيهم ويقعدوا يسدهم على خير في هذه العواشر، ياخذوا الدواء ديالهم، ياخذوا التغذيه السليمه ديالهم، يتمشاو، يشربوا الماء بزاف، وان شاء الله الامور غادي تكون بخير ان شاء الله تعالى. الله يشافي ويعافي الجميع. غادي ناخذ مليكه من بوعرفه. اهلا وسهلا بك مليكه. مليكه السلام عليكم. وعليكم السلام، ماشي مليكه، معكم ماجده. ماجده من بوعرفه، مرحبا بك ماجده. سلام لمياء، مبروك العواشر. مرحبا لاله. سلام دكتور عماد. وعليكم السلام اختي، مبروك العواشر. مبروك العواشر. عطاك دكتور عماد عندي واحد جوج اسئله، الله يجازيك بخير. واحد على شعري. يلا قولي لي شنو السؤال. واحد على واحد شعري عندي واحد القشره غليظه كتلزق بحال لاصقالي في الجلده، كنحيدها بالضفر ديالي. واخا القشره كتكون في الاول ديال الشعر، في القدام ديال الشعر ديالك ياك؟ عندي في القدام ديال الشعر. وعندي في في اللور ديال القفا. وعندي شي وحده، عندي شي بلايص الوسط. اييه بحال هي في الاول، بداتني في الاول ديال القدام. بداتني القدام من بعد ولات لي اللور، من بعد مع ديك الوقيله باش كنحك وقيلا كتبدا تزيد. فهمت. وهي واخا وشعري ولا كيطيح. اي واخا درتي شي ترطيبه شي حاجه للشعر ديالك؟ شي حاجه؟ لا لا، ما درتش شي حاجه. لا من سنين يعني، شي سنين دابا ما بقيتش كندير لشعري والو، كنت كندير له صباغه، ما بقيتش كندير له صباغه. كان عندك شي توتر؟ وضروري مع الوليدات. الله يخليهم لك. الله يخليهم لك. اللهم امين. يخليهم لك. مرحبا. مرحبا اختي. واخا قولي لي التغذيه ديالك كي دايره؟ كتشربي الماء، كتاكلي الماء، يعني التغذيه ديالك كتكون عاديه مزيانه؟ عاديه مزيانه. واخا غنجاوبك ان شاء الله. شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني عندي داك الزيت ديال الازير، خصوصا انا راك عارف المنطقه ديال بوعرفه فيها واحد البلاصه فيها الزيت ديال الازير، وعندي داك الروح ديالو، وانا ما عرفتش جميل الازير ديال بوعرفه. اييه ما عرفتش كيفاش نستعملو، مي كيقولوا لي ديريه مع الزيت العود وديريه لوجهك راه كيبيض، ديريه لشعرك، ولكن انا ما قدرتش ندير شي حاجه، فناخذ الراي ديالك. احسن ما درتي، واحسن ما درتي. واصلا دابا شوف، دابا سولتيني سؤال الفوق الاولاني، والسؤال الثاني هو الجواب ديالو. دابا بحال شي امتحان، السؤال الثاني كيجاوب على السؤال الاولاني. فاحسن وصفه اللي غنعطيك دابا القشره، دابا عندك انت الروح ديال اليازير ياك؟ واخا. ديري 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال اليازير في معلقه كبيره ديال زيت البابونج، خلطيهم مزيان ودهني بهم الجلده ديال شعرك، وشعرك تخليه ساعه وتغسليه. العمليه ديريها جوج المرات في الاسبوع، داومي عليها مده ديال 3 اشهر. ونزيد وصفه اخرى عاوتاني ديال القشره ليك ولجميع الاخوات اللي كيسمعونا اللي عندهم مشكل ديال القشره، القشره اللي كتكون ميدمه بحال الشكل ديالك، ولا القشره اللي كتكون ناشفه اللي كتكون خفيفه. فهنا غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال الحريقه الحرشه لاختي، وغادي نطبخوهم في كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطبخ مزيان. من بعد كنصفيوه وكندهنوا به جلده شعرنا، وشعرنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 اشهر. يمكننا نخالفوا مثلا نديروا هذه الوصفه ديال اليازير اللي عطيت، ديال الروح ديال اليازير، مره نديروها هي، ومره نديروا الوصفه ديال الحريقه الحرشه ونداوموا عليها، وان شاء الله غتعطي نتيجه ان شاء الله. غادي نواصلوا معك دكتور عماد مزاب ومع المستمعين ديالنا. مليكه من مدينه تطوان، اهلا وسهلا بك يا مليكه. السلام عليكم اختي لاباس. وعليكم السلام. الله يبارك فيك.
مرحبا اختي. الله يبارك فيك لاله. الحمد لله اختي من كسمه صوتكم. مرحبا بك. شكرا اخويا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ بغيت نسقسيك عافاك الله يخليك. السدري كيزوي بزاف. فيه الصفاره. فيه الصفاره انت فهمتي. صافي. وشحال هذه تقرا واش فيك الضيقه كتعاني من الضيقه؟ المهم ساعه ساعه كنتزير وساعه ساعه كيجي داك الزوي كيكون مستمر. شحال تقريبا كيبقى؟ ما بقاش شويوش ما بقاش كيف كان. هي شحال كيبقى عندك هذا الزوي؟ المهم دابا ما عنديش دابا ما كاينش هاد الساعه. الحمد لله الحمد لله. كنعس عيدات كنمر راسي على المخده كيبدا صدري كيزوي. واخا فيك سخانه؟ فيك سخانه؟ سخانه عندك سخانه؟ لا سخانه ما كايناش. الكحبه؟ لا 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 واخا وهاد كيخرخر وصافي. فهمتك. وهاد المشكل هذا شحال تقريبا كيجي؟ كل كيجي كل شهر كل مره؟ شحال؟ لا المهم تقريبا يوميا. شحال نقدر نقول لك يوميا؟ نقدر نقول لك غير بساعه ساعه. شحال تقريبا يوميا؟ مثلا ثلاث ايام كيبقى ثلاث ايام ربع؟ شحال في الشهر؟ انا بغيت نعرف مثلا الشهر شحال كتجيك مره هذه المشكله؟ شحال في هذه المده؟ ولكن كنت كنعيط لك في التليفون ما كيصبرليش الخط. دابا الحمد لله دابا عاد صبر لي الخط. ايوا الحمد لله الحمد لله اختي. بعدا اول حاجه هذه نوع من الحساسيه هذه، الا ما كنتيش كتوقفي وكي عندك هذا الصفار هذا في الصدر فالحمد لله ان يلا في المرحله الاولى. ياك؟ اذا هنا خصك تشوفي طبيب ديال الجهاز التنفسي اختي. إذا ما كاينش شي مادة مشروبة شي زيت أو شي حاجة يسمى. وعلى دابا على دابا شوف على دابا أنا كون كانت هذيك المادة عارف واحد المادة غادي تاخذيها ما غنعطيها لكش ولا مادة طبيعية. حنا شوف الدور ولا حنا كنتجمعوا ولا كنعطيو النصائح مع بعضياتنا باش نحاولوا نلقاو المشكل. نلقاو حل المشكل أختي. لأن الأعشاب هنا راه ما غاديش تنفعك، لأن هنا بحال الجهاز التنفسي ديالك كيقول لك راه غادي تولي فيك الضيقة. ولكن إلا مشيتي عند الطبيب شوف ما غادي تخافي ما والو، غتمشي عند الطبيب غادي يعطيك الدواء غادي تتبعيه واحد الشهرين حتى لثلاث شهور غتولي لاباس ان شاء الله وغتردي عليا الخبر. وعندي واحد السؤال اخر الله يخليك. واخا اختي مرحبا. الراجل ديالي لا كولون فيرتيبرال ديالو ملي كي المهم كيرف ما كيحرقوش الا في الثقل او عمل شي تعب السنسو ديالو كيحرقو. ظهرو السنسو ديالو كيحرقو من الفوق حتى لتحت ولا غير الوسط ولا الجنب ولا في الورك ديالو فينا بلاصه كيجي الحرق؟ في الكتف. في الكتف كيقول لي وكي لي على طريقه كنطرطقوا لي عاد كيرتاح. هكاك هكاك واخا. اذا هنا غناخذ وصفه للالم ديال الدار. واخا. وهذه الوصفه غتصلح حتى الناس اللي عندهم مشكل ديال الالم المفاصل والبروده. اذا تصلح لهم تصلح لهم. فخذ هذه الوصفه يلا قيدي. واخا الله يرحم والديك. اذا غديري معلقه صغيره ديال الزعتر. ديال ايش؟ الزعتر. الزعتر ايه. معلقه صغيره ديال الزعيطره. لوتا. وغادي ناخذ كافوره بلديه. كافوره بلديه هي راه غتلقاها عند السيد اللي كتقداو منه فوالا اللي كتقداو منه العطريه كافوره بلديه. وهذا الشيء كامل غادي نحطوه في كاس صغير ديال زيت الزيتون. ايه كاس صغير زيت الزيتون حطيه فوق العافيه. حتى تطلع الغليه الاولانيه. في حمام مريم او لا مباشره حطيه مباشره فوق العافيه. فواحد الكاسرونه صغيره وحطيه مباشره فوق العافيه غير تبدا غير يبدا يغلى طفي عليه. ياك خلط هذه المكونات باش تذوب ديك الكافوره البلديه. نخليو ليله هذا الخليط هذا باش يطلق مزيان باش هذيك الكوفاكرول والتيمول اللي عندنا في 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 في, في الزعتر والزعتري حتى هما يطلقوا مزيان وداك الكونفخ داك اللي عندنا في الكافوره البلديه حتى هو يطلق مزيان. من بعد كنصفيو هذيك الزويته. ملي كنصفيوها كنوليو كندهنوا بها كل ليله البلايص اللي عندنا فيهم الحريق مفاصل الدغديغه ديال الحام داك الحريق اللي كيكون في الظهر ولكن ماشي شي مساج اللي غادي يكون مجهد غير كندهنوه وكنخليوه تمتصوا داك العروق سميتو الجلده ديالنا وكيمتصوا كذلك حتى داك العصب اللي كيكون ومن بعد كيترخى وما كيبقاش كنحسوا بالالم. صافي كيجي الحريق عاد نعملوا ديك المواد او نعملوا لا واحد تيجي الحريق تيجي الحريق عاد من بعد باش ديري لا باش تهمد عليه باش ما يبقاش يجي هذاك الحريق ان شاء الله. غير المهم تي اش غديري دابا مادام هو دابا كيجي الحريق ديما هذه صايبيه على تسع وخليها عندك تلقاها موجوده ماشي حتى لديك الساعه تنوضي تحضريها. طيب شكرا لك لاله مليكه. غادي ناخذ السؤال ديال حفيظه معنا من مدينه خنيفرة. كنذكركم مستمعينا انكم معنا على اصوات في حديث مغزل. اهلا وسهلا حفيظه. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله. لاباس؟ لاباس الله يحفظك. عرفت كنت نصور الدكتور عماد في بوم زوين. اييه بوم زوين فوقاش؟ واش هي كتمشي ليا؟ بوم زويجه حتى العيد ولا فيك قبل ولا شحال دابا شفتي؟ في
في قديم وكان واحد الطبيب عندنا في الكينات صغار حمرين كيقول لي شربيهم على الاعصاب. واخا اذا غادي تاخذي اختي جوج مع الكبار ديال نافع مطحون. نافع اي واخا. وتاخذي جوج مع الكبار ديال الخروب مطحون. واخا جوج مع الكبار ديال النبق مطحون. وجوج مع الكبار ديال الباديانه مطحونه. كنغربلوا هاد المكونات كنخلطوهم ونغربلوهم في الغربال الرقيق ديال الحنه. كناخذوا معلقه صغيره من هاد الخليط كنديروه في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان. من بعد كنصفيوه وكنشربوه في الصباح على الريق ونص ساعه بعد الصباح كنشربوه على الريق، ولكن في الغداء كنشربوه نص ساعه مورا الغداء ونص ساعه مورا العشاء. وهاد العمليه كنداوم عليها مده ديال 3 شهور فكيعاون في علاج المشكل ديال البومزوي وكذلك كيرفع لنا الشهيه ديالنا. طيب شكرا لك حفيده. غادي ناخذوا عواطف من بني ملال. اهلا وسهلا بك عواطف. السلام عليكم. كي دايره اختي لمياء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك لالا، مرحبا بك. كي داير الدكتور عماد ميزاب؟ لاباس عليك؟ بخير اختي. علينا وعليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. شنو السؤال ديالك؟ عزيز بزاف، انا مستمعه وفي ديال الاصوات. الله يخليك اختي وانتم اعز وانتم اعز. دكتور بغيت نسول لك، عافاك شعري ناعس بزاف. ايوا. وتيساقط ليا وخوالدي من القدام. ايوا شنو درتي ليه؟ كنتي كدير له شي حاجه، شي ترطيبه، شي حاجه كنتي كديرها لشعرك ولا ما كنتي كدير ليه والو؟ لا كندير ليه هكا ماسكات بالبيض والزيت ولا. واخا نسولك واحد السؤال، كنتي كديري له الحنه؟ تنديرها بزاف، تنديرها. الشحنه بزاف. دابا مابقيتش تنديرها، ملي سمعتك تقولي راه مزيانه ديروها ورق، مابقيتش تنديرها بزاف. ولكن دابا هذيك الحنه اللي كنتي كديري في الاول هي اللي عطاتنا هذا المشكل هذا، حيت انا ملي قلتي لي الشعر ناشف وكيتقرض والشعر ما كيشربش الماء. ف ما بين الماء الطبيعي اللي كنكونوا كنستعملوا هي الحنه، خاصه الحنه اللي كتكون مطحونه وملي كنديروها بواحد الكميه اللي كتكون فايته القياس ديالها. واخا اختي الماء كتشربي الماء مزيان؟ شويه ماشي بزاف. ايه ورا الماء هو كلشي، اذا الماء هو اللي كيعطينا داك التمييه ديال الشعر، هو اللي كيحافظنا على لمعان الشعر، هو اللي كيحافظنا على قوه الشعر، هو اللي كيحافظنا على المرونه ديال الشعر. فالماء كما قلنا كنشربوا كاس كبير من الفطور حتى العشاء 8 ديال المرات، يعني 8 ديال الكيسان كبار من الفطور حتى العشاء. بالنسبه للشعر وترطيب الشعر، واخا غادي نديروا وصفه لترطيب الشعر، غادي ناخذوا فيها جزره محكوكه يعني خزوه محكوكه، غناخذوا فيها قرعه خضراء محكوكه، وغادي ناخذوا 4 تفاحه محكوك. هاد الخليط كامل كنخلطوه بثلاثه المعالق الكبار ديال الياغورت الطبيعي، خلطوه مزيان حتى يتخلط، وغادهنوا به جلده شعركم وشعركم تخليوه ساعه وتغسلوه. العمليه غديروها جوج المرات في الاسبوع وداوموا عليها مده ديال شهرين، فهي تساعد في الترطيب ديال الشعر والتغذيه ديالو. وهذا فيه هذا الماسك هذا فيه الفيتامينات، فيه الالياف، فيه البروتيين، ماسك مغذي وكذلك مرطب للشعر. دكتور عماد غزلان، نعم. بعثت لي برساله على انستغرام، حامل في 3 شهور وجاها بومزوي وبغات تاخذ شي حاجه وخافت، باش تنصحها دكتور عماد؟ اكيد فهنا ما غاديش تلقاو بزاف ديال النباتات. كاين البابونج فقط، البابونج غتاخذ نص معلقه صغيره ديال البابونج تزيد عليها كاس كبير ديال الماء مغلي، ماشي كاس صغير، كاس كبير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وتولي تشربوا في الصباح نص ساعه بعد الفطور ان شاء الله غادي يعاونها. ان شاء الله. عندنا ايضا سؤال ديال ام ايمان، كتقول لي بنيته ديالي في عمرها 4 سنين ودابا مع البحر والشمس يخرج فيها بحال البهق، فشنو ينصحني دكتور عماد انني ندير ليها؟ فغادي نعطيوها معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، معلقه كبيره ديال زيت السلميه، ومعلقه كبيره ديال زيت الخزامه، تخلطهم وتولي دهن غير البلايص اللي عندها فيهم هذا المشكل هذا ديال الباك. طيب دائما في اطار الاسئله اللي كتوصلني عبر الانستغرام لمياء المساوي اوفيسيال، عندنا سؤال ديال فردوس كتقول لك دكتور عماد دائما من بعد ما كتزول الشعر من الجسم ديالها في مناطق مختلفه وكتعمل ديك الحلاوه، قالت لك اولا كنعمل الخيط ضروري ذاك النهار تيبقى اللحم ديالي احمر، فما عرفتش اشنو ممكن انني ندير اللي غادي يساعد البشره ديالي ينقص من ذاك الاحمرار في ذاك 24 ساعه الاولى. فاكيد حنا دائما كنقول واحد القاعده اساسيه خديناها في حديث ام غزل مع سنة الزعيم وفي اصوات، هي ان مباشره ملي كنديروا الازاله ديال الشعر كنبردوا ديك البلاصه، خاصها تبرد، خاصنا نديروا فيها يعني الثلج لا كلاص، نحاولوا نلويوها في واحد
فواحد الزيف اللي كيكون نقي، وكنحاولوا نبردوا هاد المناطق هادو اللي كانت فيها، خاصه المناطق اللي كتكون حساسه بزاف، المناطق اللي كتكون خاصه، المناطق اللي كيكون فيها الرحم رقيق، هادو هما اللي كيتاثروا بزاف، فكنبردوا بعدا دوك المناطق. علاش؟ الدوره الدمويه ملي كنكونوا كنديروا ازاله الشعر كتمركز تما، لان المناعه كتمركز، الدوره الدمويه كتمركز، شنو كتولي؟ كتولي ديك المنطقه معرضه لاي ارتفاع ديال الحساسية، أو معرضة لأي إصابة بواحد الحساسية اللي كتكون مفرطة. فلما كنبردوها بعد الدورة الدموية كترجع للحالة الطبيعية ديالها. واحد ثانيا، دائما تكون معنا زيت الورد، زيت الورد اللي هي فيها واحد المزايا كبيرة، فيها واحد الألكول طبيعي اللي كيهمد وكيخفف هاد الآلام هذه ديال إزالة الشعر، وكنوليو كندهنوا بها هاد المناطق اللي درنا فيهم إزالة الشعر، وهكا كنحميو راسنا. حيت كاين واحد المسألة مغلوطة بين قوسين، لأنك تستعمل واحد النوع ديال البومادة اللي كتكون هي ديال الحراق، ولكن ديك الماده ديال الحراق بالعافيه ماشي الحراق ديال ازاله الشعر. فهنا هذا هو تستعمل بزاف الصالونات للاسف. كنزيد ناكد هذه المعلومه، هذيك البوماده كتستعمل الحراق ديال العافيه. منين كيولي عندنا الحراق من الدرجه الاولى، انك ديك القشره كتحرق بالعافيه الاولى، او الحراق من الدرجه الثانيه او الثالثه لا قدر الله، فهي فين كتستعمل هذيك البوماده. اما باش كنستعملوها، واخا احنا كاع استعملناها مورا ازاله الشعر، اللي خطير جدا هو كيستعملوها وكيخرجوا بها للشمس. وشفت هذه الحاله بزاف، ودابا في الصيف كاين نفس الصيف. انا غير مؤخرا هذه يومين ولا ثلاث ايام كتخرج كتشوف ان كاين بعض الناس او بعض الاخوات اللي كيخرجوا من الصالونات وكتخرج دايرها في يعني في الفم ديالها وفي الحاجب ديالها في الوجه. وهذه البوماده هي فوتو سنسيبل، يعني مهيجه لاشعه الشمس بواحد الدرجه كبيره، وهي تقدر تعطيهم حروق، هي تقدر تعطيهم كحوليه. فيردوا البال لهذه المساله هذه. طيب غادي ناخذوا ميلودا من دار البيضاء. قبل منها عندنا ناديه من الصويره. السلام عليكم ناديه. وعليكم السلام ورحمه الله. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك. الله يخليك، نهضر مع الدكتور عماد. مرحبا اختي. الله يخليك. عندي ولدت دابا عام هذه باش ولدت، وبقى لي الكلف في وجهي. اييه. وعندي مشكل ديال الشعر في المسطاج ديالي. أيوة. يعني داك الشعر الزائد. واخا درتي التحاليل؟ لا خويا لا. فهاد المنطقه، وخاصه هاد المنطقه ديال الديفي، يعني المنطقه ديال فين كيكون البلاصه ديال المستاش، فملي كيكون بالنسبه للسيدات كيكون الشعر بزاف في ديك المنطقه وكيكون نايض بزاف، فهنا كيقدر يكون مشكل ديال خلل هرمونات او مشكل ديال التستوستيرون. فكنصحك بعدا ديري تحاليل، تشوفي بعدا التركيبه الهرمونيه ديال كيفاش دايره، واش مزيانه ولا فيها اضطرابات، عاد ديك الساعه يمكن لك انك تستعملي الوصفات، حيت اذا كانوا فيها اضطرابات غادي تقاد هذاك الاضطراب ديال الهرمونات والشعر ما باقيش غادي ينوض في هذيك البلاصه. طيب هذا من جهه. بالنسبه للكلف في الوجه، فما غنلقاوش محسن من الوصفه ديالي اللي كنعطي دائما، اللي هي فيها معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر، معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، كنخلطوهم كنديرهم كماسك على البشره ديالنا مده ديال نص ساعه، وكنغسلوها. العمليه كنديروها جوج مرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر. شكرا لك يا ناديه. غادي شكرا. ميلودا من دار البيضاء، السلام عليكم. عليكم السلام. ميلودا لاباس؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. لاله الله يكثر خيرك. تفضلي شنو السؤال؟ لاباس عليك، مبروك عواشركم. الله يبارك فيك. كيدير خويا عماد؟ لاباس عليك. بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم. الله يبارك فيك اختي ميلودا، مرحبا بك. لاباس اخويا؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يبارك. شوف اخويا، عندي واحد الوليد عنده 15 عام. تبارك الله. فيه الحساسيه شاده لي في النيف، وكيعطس بزاف. اياه. واخا كيخدا شي دواء؟ عمرو خدا شي دواء؟ شي تقطيره ديال خدا واحد النوع ديال الدواء، ما لا داعي لذكر الاسماء. خدا واحد الدواء، ولكن غير شويه ملي كيحيدو شويه مره كيبدا يدير. واخا اختي، واخا اختي ميلودا، قولي لي دابا شحال المده مثلا خدا داك الدواء، شحال كياخذو، شحال المده هذه باش خداه، شحال داوم عليه؟ داوم عليه تقريبا شي شهرين ولا ثلاث شهور. شهرين ولا ثلاث شهور. واخا واخا، اذا نعطي وصفه للمساعده ماشي مشكل. اذا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال البابونج. هذه الحساسيه ديال الانف الوليد بجميع. ما عندوش في الصدر. كيفاش؟ لا عرفت. ما عرفت. اي هذه دابا حساسيه. فهمتك. فهذه غادي نعطي وصفه ليك ولجميع الاخوات، حيت كاين عندنا اخوات دابا كيتصنتوا لينا، حتى هما يقدروا يكونوا كيعانيوا من هذا المشكل، ولا عندهم حتى هما وليدات ولا اخوات ولا ناس اللي كيكون عندهم كيعانيوا من هذا المشكل. فهذه الوصفه اللي غنديروا للحساسيه ديال الانف، معلقه كبيره ديال البابونج، معلقه كبيره ديال ورق سيدنا موسى مطحونين، ومعلقه كبيره
ديال مرد الدوش، نخلطوا هاد المكونات كاملين، نديرهم فواحد القريعه ونسدوا عليهم. من بعد اش كنوليو كنديروا؟ كنهزوا معلقه صغيره من هاد الخليط كنطبخوها في كاس كبير ديال الماء حتى كتطبخ مزيان، وكنستنشقوا ونستنطروا بها بحال كنتوضاو بحال الوضوء ملي كندير الوضوء ملي كنبغيو نغسلوا الانف ديالنا. نفس الطريقه كنستنشقوا ونستنطروا بهاد الماده هذه بهاد الكاس ديال الماء، كنقسموا على جوج المرات. هاد الكاس كبير كنقسموا على جوج، نديروها في الصباح ونديروها في الليل، وكنداوموا عليها مده ديال شهرين، وان شاء الله كتعاون في تقليل الهيستامينات من الانف. اخر سؤال ايمن كيقول لي انا في عمري 22 سنه كنت كندير في صغري كان تيدير جل الشعر ديالو في صغره بزاف، ودابا الشعر ديالو ولا كله بحال كيطيح ليه بحال كيطيح. فإلا كانت المسام باقا مفتوحه وكان الشعر باقي كاين، لان الا كان الصلع الوراثي فهنا مساله اللي لا تعالج هذه، باش نتفاهموا في هذه المساله هذه، لان عندها علاقه بالتستوستيرون والهرمونات. اما اذا كان داك الشعر غير كيطيح وخفيف وباقي دوك المسام ديروا فيهم الشعر، كنصحوا يدير معلقه كبيره ديال زيت الحبه السوداء، معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، ويولي كيدهن بهم كل ليله ويبات بها يوميا ما يقطعهمش، وان شاء الله تعطي فائده. غير ما يكثرش شويه في يديه يدهن بهم ويدهن بهم جلدة شعره وشعره. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.